عرفتش برضه أعمل لها ريكورد مع الشباب هناك، فاهمني؟ إحنا إمبارح شرحنا الاستاتستكس، تفتكروا كده هو إحنا ليه بناخد نعمل إيه في الاستاتستكس يا شباب؟ Analyze graphs و data. بالظبط. أول حاجة بال collecting data، صح؟ Two بن represent ال data دي. Already represent ال data دي كان ممكن كان هيبقى بال histograms أو بال plotting، سواء عملنا broken line يعني أو whatever يعني، أو كنا بنعمل باي chart أو كنا بنعمل بوكس وكسكر، فكرك بيه اللي هو كان كده ده، حاجات كتير، او سكاتر بلوت. طبعا سكاتر بلوت فاكراه؟ فاكره. طيب ايه الحاجه الثالثه اللي بنعملها في الاستاتستيك ساينس؟ الاستاتستكس ده يا شباب هو سوشيال ساينس، نوع من انواع العلوم في الحياه يعني، والحاجة الثالثة إن إحنا بنعمل analysis للداتا اللي إحنا بنجمعها. طيب الاناليسز ده بنعمله في صورة عاملة إزاي؟ الاناليسز ده بنعمله في صورة عاملة إزاي؟ نمبر 1 إن إحنا بنقيس حاجتين في الاناليسز، central tendency، وكمان بنعمل ميجرنج للسبريد. السبريد ده اللي هو الجاب ما بين الجابس ما بين الفاليوز وبعضها. السنترال تندنسي دي بتتقاس بثلاث حاجات اللي هم المشهورين جدا، الافريج اللي هو ان المين او المود او الميديان. ميديان. طيب خلينا كده نقول في الأول الأفريج اللي كان بيتقاس يوم ما أعمل sum للفاليوز أو التوتال over the number، صح يا أدهم؟ اللي إحنا أوريدي مسكنا الكلام ده حطيناه في ماجيك ترانجل يا مستر ورحنا كاتبين كده إن الأفريج إيكوال التوتال over the number. طب المود انا عارف كويس قوي ان هو كان موست ريبيت، والميديان ده كان بيتجاب منه ميدل. يعني ايه سنترال تندنسي وبستخدم الثلاثه في ايه بالظبط؟ طيب افترض اديكم مثال بسيط عشان يوضح الموضوع. لو انا ان تيتشر جديد ودخلت جوه كلاس لسه اول مره، انا ما اعرفش الكلاس ده مستوياته عامله ازاي، بس هو في طلبه اوكي، وانا هدرس لهم فور اكزامبل اي اس تي، ده هيبقى اي اس تي كلاس، هدرس لهم ماث والكلاس ده وانا ما اعرفش الشباب دي. اول حاجه انا لازم ادي الطلبه دي كلها دايجنوستيك تيست، فاهماني؟ طب وبعد ما اديهم دايجنوستيك تيست انا عايز اعرف الكلاس ده كله الافريج بتاعه قد ايه. عندي حاجه او ميثود هستخدم فيها الكلام ده، ان انا اعمل ايه يا ادهم؟ اعمل بلس الفاليوز بتاعتهم كلها للماركس بتاعتهم اللي هم جابوها. لو فور اكزامبل انا عملت لهم امتحان اوت اوف 50 وهم كانوا 20 طالب 20 ستودنتس، هاخد درجاتهم كلها ان واعملها كلها اوفر كام؟ 20 صح؟ اوفر 20 كده انا قست ايه؟ الميديان صح؟ ايوه ده المين، جبت المين. انا كده قست السنترال تندنسي بس while I using mean and المين او الافريج. طب يا مستر مين كمان؟ المود. المود ده برضه بيقيس السنترال تندنسي، لكن ساعتها نوع الداتا ذات نفسه بيختلف. يعني ايه يا مستر نوع الداتا بيختلف؟ يعني في السنترال تندنسي امتى استخدم المود يا مستر؟ لما اكون بعمل ميجرنج لحاجه ثانيه تكون زي الفيفوريت هابي، زي انت بتحب فيلم ايه من الافلام اللي احنا نخشها في السينما. لما بختار الموست ريبيتد ديسيجن او موست ريبيتد فاليو، فده معناه ان انا بعمل مين يا شباب؟
سنترال مين؟ سنترال تندنسي. According to the type of data خلتني بغصب عني اختار مين يا ان المود. لكن الميديان برضو بيعمل سنترال تندنسي لكن at the same time اللي بيطلع ده بيجيب له possession. Done؟ بيجيب له rank. بيجيب ترتيبه كام؟ دنيا يا جماعة؟ طب اللي spread. يعني ايه اللي spread؟ اللي spread ده الجابز ما بين الناس وبعضها. اللي spread الحقيقة اللي spread جوه اللي statistics بتتقاس بحاجتين. Number one الrange. الrange أصلاً already كان بيعمل ايه؟ maximum minus the minimum صح؟ أو يتقاس بحاجة تانية بقى يتقال عليها variation أو اللي standard deviation. مستر معلش هو إيه الفرق ما بين الحاجتين؟ أولاً الرينج جاب لي اللي spread ما بين أصغر واحد وأكبر واحد صح يا شباب؟ ده كان وظيفته. لكن الستاندرد ديفيجن بقى وده الأهم إن هو بيقيس الجاب ما بين الناس وما بين بعضها. طب وأنت بتستخدمه إمتى الستاندرد ديفيجن ده؟ في أنهي طريقة؟ أولاً أفترض أنا وأنتوا عايز أعرف أنا كمستر عم بعد ما عملت للطلبة دي دياجنستيك تيست عايز أعرف أنا أختار أنهو كلاس؟ طلع عندي في كلاس اسمه A في كلاس تاني اسمه B وعملت الامتحان للكلاس A وطلع ان الافريج بتاعه كان فور اكزامبل مثلا 25 واوريدي الاكزام كان اوت اوف 40 معايا ان الكلاس الاولاني افترض ان هو كان فيه 10 طلاب الستاندرد ديفيجن بيعمل ايه بيقول والله كان في واحد جايب 21 كان في واحد جايب 40 كان في واحد جايب 10 كان في واحد جايب 8 كان في واحد جايب 20 كان في واحد جايب 18 and so on. واحد 17 واحد 19 انا بس افهم الطريقه ليه. بعد كده بنيجي نعمل ماينس من كل فاليو والافريج. يعني هنا كان 15 هنا كان نيجاتيف 4 هنا كان نيجاتيف 8 هنا كان نيجاتيف 7 هنا نيجاتيف 5 هنا نيجاتيف 6 هنا نيجاتيف 17 هنا نيجاتيف 15 and so on. شايفين الديفرنسز دي يا شباب؟ هي ان؟ اه الديفرنسز دي بعمل لها مين تاني بعمل لها ايه؟ مين من جديد والمين الجديد ده هو اللي بيطلع ها الستاندرد مين ديفيجن. يعني اعمل الديفرنسز اللي طلعت دي ان بلس بعض يبقى هو كده بيشتغل على كام ستاب؟ بيجيب مين اولاني اللي هو الطبيعي وبعد كده يعمل كل فاليو ماينس وياخد الديفرنسز يعملهم ايه تاني؟ مين من جديد صح يا شباب؟ لحد اللي هيجاوب السؤال ده يبقى هو فاهم. لو الستودنتس دول كلهم في الكلاس جايبين زي بعض يبقى كده الستاندرد ديفيجن كان هيبقى كام؟ هيبقى الرقم اللي كلهم جايبينه؟ انا بقول لو كلهم having same mark هم كلهم جايبين نفس الدرجه يبقى كده الستاندرد ديفيجن هيطلع بكام؟ يعني بدل الدرجات دي كلهم جايبين نفس الدرجه ايا كانت هي كام؟ كلهم زي بعض جابوا نفس الدرجه في الامتحان غشوا من بعض. ساعتها يبقى الستاندرد ديفيجن كده يا ان هيطلع بزيرو. عارفه ليه؟ لان المين هيطلع هو هو. فاهماني؟ تمام. طيب ادي مثال تاني عشان الناس ما تتلخبطش. بص كده لو الكلاس A ده كان الستاندرد ديفيجن بتاعه طلع رقم اسمه فور اكزامبل 2.1 والكلاس B الستاندرد فيجن بتاعه 0.7 اللي عنده ستاندرد فيجن كبير معنى كده ان مستوى الكلاس ده الطلبه
مستوياتهم بعيدة عن بعض قوي، يعني واحد شاطر قوي وواحد ضعيف جدا انسان. كل ما الرقم ده كبر كل ما كان ده بيقول ان الكلاس ده اتس نوت هوموجينيوس، مش متناسق مع بعض ومستوياته بعيدة جدا، واحد شاطر واحد مش عارف ايه. لكن كل ما الرقم ده قل ها معناه ان الكلاس ده هوموجينيوس مستواه زي بعضيه، صح يا شباب؟ طب لو كلهم كانوا جايبين زي بعض ساعتها زي ما احنا كنا لسه متفقين يا ادم، الستاندرد ديفيجن هيبقى بكام؟ زيرو. انا بقيس هنا يا ان السبريد، الجاب ما بين الطلبه وبعضها. مركزه؟ تمام. فهمتي يعني ايه سبريد وهو بيتقاس بكام حاجه؟ تمام. ومين ستاندرد ايه ديفيجن معايا ادهم؟ مين اللي بيتقاس بيه السنترال تندنسي؟ ايوه يا مستر. افريج ومود ومين يا شباب؟ وميديان، صح. وطبعا الداتا دي في الاول كانت بتعمل كولكتنج داتا او بتريبريزنت، ده المفروض ان احنا نكون فاهمينه. الاستاتستكس تشارت عامه بتعمل ايه؟ مركزه؟ طب تعالوا بقى نخش جوه الشيت كده كده اوريدي انتم الثلاث حاجات مين وميديان ومود دول انتوا فاكرينهم، بس خلونا نرجع بقى تاني افتحوا كده معايا الشيت. طب ليك عملت ايه ادهم؟ الحمد لله عملت احسن يعني شويه كده شويه كده شويه كده. قدرت تنزل مدرسه ولا لسه؟ انا لسه ما نزلتش غير يوم الاحد، وهنزل بقى من الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله. يلا بينا. اول شيء بيقول ايه؟ بيقول انا هنا عندي اللي ده باللون اللون الاصفر كده central tendency، ممكن ده median و mode و range. مديني values 2 و 3 و 3 و 1 و 5 و 6 و 7. أول حاجة المود هو most repeated mean value اللي كان 3، والرينج يا شباب كان maximum minus mean minimum. السؤال ده غلط، الجواب غلط. 7 minus 1 equals 6. طب مين هو الميديان؟ الميديان middle value after mean arrange. وطبعا ايه اسهل حاجة عندنا في الارينجينج؟ ها ان احنا نعمل ascending mean. ها ascending ايه يا شباب؟ order، صح ولا ايه؟ ان طيب يبقى كده الميديان يا مستر كنا بنكنسل، واحده من اللفت واحده من الرايت. من اللفت من الرايت من اللفت من الرايت كده بقى معانا مين يا شباب؟ بقى معانا مين؟ معانا 3. في حاجة كمان أنا عايز أفهمها، إيه هي؟ البوزيشن للميديان. الميديان مش بس بيتجاب، ده كمان بيتجاب للبوزيشن. هنا البوزيشن بتاع الميديان ده كان فيرست وده سكند وثيرد، وده طبعا يا شباب هيبقى مين؟ هيبقى فورث، صح كده؟ طيب كان عندنا بقى نوعين يا ان. لو الارقام دي كانت اود، لو عدد الارقام دي كان اود معايا يا شباب، كنا نجيب ازاي البوزيشن؟ نمسك الان، الان ده اللي هو عددهم كلهم يا ان بلس 1 اوفر 2، يعني هنا كان عددهم 7 صح؟ فلو عملت 7 بلس 1 اوفر 2 هيجيب لي 4، اللي هو البوزيشن للميديان كان رقم 4. الراجل اللي في الميدل كان ترتيبه الرابع. لكن لو هم ايفن يا جماعه هنعمل جاست بس ان اوفر 2، فبناخد البوزيشن للميديان واللي بعده. طب ادينا كده مثال، بصوا الاكزامبل ده يا شباب، اي هوب ان انتوا تقدروا تكتبوه معايا من فضلكم، ان هو مش مكتوب والشباب هناك في السنتر كتبوا بخط ايديهم. كان ماشي تمام. طيب هنا بيقول لي ايه؟ ميديان، الميديان لمين يا مستر من فضلك؟ 4 A و C و D و E و F و B
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وال وام وO which is إن الأرقام دي ordered in ascending. في مشكلة؟ الأرقام دي ordered in إيه؟ ascending. عندي طريقتين. Number one أنا بجيب البوزيشن. دول عددهم إيه؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، عددهم odd صح يا شباب؟ أيوة. يبقى هعمل كده 9 plus 1 over 2 تطلع 5، يبقى الميديان ترتيبه الخامس 1 2 3 4 5 ده الميديان. في مشكلة؟ في مشكلة يا أدهم؟ طب لو أنا افترضت إن أنا معايا أرقام زي دي ال M O B Q و R وقلت لحضرتك هات لي الميديان، عايز الميديان برضو من الفاليوز دي، يبقى اول حاجه برضو بعملها ايه يا شباب؟ بعدهم هيطلعوا 6 فهتبقى 6 over 2 لانهم لان 6 6 over 2 يبقى 3، يبقى انا هاخد بقى ايه الثيرد والفورث اعملهم بلس اوفر مين؟ 2. مين الثيرد؟ الاو. مين الفورث؟ البي. امسكهم هما الاثنين بلس اوفر مين يا ادهم؟ 2. ايا كان بقى الارقام هي مين، بس احنا بنتكلم ان او لما ببدا واحط ايدي على ميديان خلي بالي كويس جدا 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 ان الميديان ده يا شباب ماله لازم 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 يتعمل فيه ايه؟ ها معايا؟ لازم يتعمل فيه ايه؟ بتجاب له ايه الاول؟ الميدل. بتجاب له رانك الاول لما بجيب ان لازم اعد الفاليوز وبعديها اعرف هي اود ولا ايفن واجيب البوزيشن بتاعها على حسب هي اود ولا ايفن. يلا بينا تعالوا بقى احنا كده فوق شفنا الحاجات دي بتيجي ازاي من النمبرز الصغيرة، لكن دلوقتي انا محتاج اجيبها من النمبرز الكبيرة. يعني يقول لي هنا evaluate في التابل ده عايز المود مارك مود سكور يعني والمين سكور برضو والميديان سكور والرينج. خلينا نبدأ بالحاجات الظريفة الصغيرة الأول. المود هنا مين المود سكور؟ مين أكتر سكور اتعمل له ريبيتد للستودنتس دول؟ 3 و 2. لا أنت كده مش فاهماني. مين أكبر سكور اتكرر؟ 660. في خمس طلاب جابوا 660 صح يا أن؟ آه. طب المين هنعمل إيه؟ لازم الأول نجيب عدد الطلبة دي صح؟ اه. عدد الطلبة دي كام؟ مركز يا أدهم من فضلك؟ يا أدهم؟ 20. أيوة مثلا مركز. الطلبة دي 20، يعني كده التوتال بتاع العيال دي كلهم 20. 20. دون؟ طب يبقى أنا هعمل إيه بقى؟ هعمل كلهم بلس بعض. ها؟ هعمل كلهم إيه يا أن؟ عامل بلس بعض صح؟ السكورز كلها بلس بعض. السكورز كلها برافو يا شباب. بلس بعض. يعني هعمل كده صح؟ اه. بلس ال 800. لكن انا اسالكم سؤال، مش هم 20 واحد؟ اه. طب هل السكورز دي 20؟ ايه؟ هل السكورز اللي فوق دي 20 سكور؟ لا. لا. كده في حاجة غلط صح؟ ايوه.
ايه هي بقى؟ ان اللي جابه 300 مش واحد، دول كام واحد؟ هنعمل اثنين. 300 تايمز نعمل 2 وبعد كده تايمز 3 ايوه وبعد كده تايمز 4 فهمت يا ان؟ وبعد كده تايمز 1 حتى تايمز انا 3 وبعد كده وانا بكتبهم سبت سبيس ليه؟ عشان اقول لكم ان دول لازم الاول يعملوا ايه يا شباب؟ مالتبلاي. نعمل برافو، تايم. يلا ساعدوني بقى، امسك الكالكوليتر الاول. وقبل ما نخلص خلينا نجيب الرينج. طبعا الرينج هنا يبقى 800 ماينس اقل سكور اللي هو 300 يعني 500. يلا لو بصيت على العربية الفيات ال 128 بعدين بصيت على كيلو كام؟ الانسر هتطلع 586. صح. طيب دي كانت اول حاجه. الميديان بقى ده دلوقتي مشكله، ازاي هنجيب الميديان؟ مني الميديان يا شباب هي ازاي؟ وانا عارفة ان انا عندي 20 العدد بتاع السكورز يعني هيبقى هي قالت، 20 هي قالت الاول هجيب انها لازم البوزيشن. تجيب بوزيشن صح؟ هم اوريدي 20 على الاثنين، يعني هيطلع معانا العاشر وال ها وال11 صح؟ وال11 بلس بعض اوفر 2. ايوه. هو اللي ترتيبه العاشر جاب كام؟ هو ده 2 ودي 3 5 و4 9، ادي العاشر هنا صح؟ العاشر كده جاب كام؟ 600. طب ال 11 602 plus 620 over 2. ال 11 كان جايب ضمن دول صح؟ يعني plus 620 over كام؟ over 2 يطلع جايب 610. فهمتي ان؟ ان فهمتي؟ and done and